واصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائي لكافة المنشآت الشرطية على مستوى الجمهورية وفقا للبرنامج الزمني المعد لذلك للوقاية من فيروس كورونا، وهو ما يأتي تماشيا مع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لحماية صحة وسلامة المواطنين. التعقيم والتطهير يتم بصفة دورية يشمل كافة مرافق المنشآت الشرطية من خلال أطقم الطب الوقائي بقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والمجهزة بأحدث المعدات المستخدمة لهذا الغرض، مع اتخاذها لكافة الإجراءات الوقائية التي من شأنها الحفاظ على صحتهم وسلامتهم. أعمال التعقيم والتطهير شملت الأقسام والمراكز والنقاط الشرطية على مستوى الجمهورية بهدف توفير بيئة صحية ملائمة للعاملين بها والمترددين عليها بصفة يومية للحصول على الخدمات الأمنية والجماهيرية، حيث قامت أطقم الطب الوقائي بتطهير وتعقيم أماكن الانتظار والمكاتب المختلفة وأماكن تلقي بلاغات المواطنين. تعقيم يتم على مدار اليوم وبصفة يومية بما يضمن أمن وسلامة الجميع، مع الحرص على ضمان استمرارية تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين. تواصلت عمليات التعقيم والتطهير لتشمل السجون على مستوى الجمهورية، والتي تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية بها لضمان صحة وسلامة نزلائها وكذلك العاملين بها، حيث تبدأ عمليات التعقيم من بوابات السجون الخارجية لتمتد إلى الطرقات الداخلية وأماكن الزيارات ومستشفيات السجون وكافة مرافق السجون، وهو ما يأتي في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل إجراءات الطب الوقائي داخل السجون حماية لصحة وسلامة النزلاء، مع ضمان سير إجراءات التأهيل والإصلاح للنزلاء في ظل ضوابط احترازية محددة للحد من انتشار فيروس كورونا وتداعياته. ما تتخذه وزارة الداخلية من إجراءات وتدابير احترازية داخل كافة منشآتها يتماشى مع استراتيجية الدولة واهتمام القيادة السياسية بإعطاء الأولوية لصحة وسلامة المواطنين وإدارة الدولة لأزمة فيروس كورونا. وسوف تواصل الوزارة اتخاذ كافة التدابير الوقائية بكل منشآتها بما يحافظ على سلامة الجميع ويضمن استمرارية كافة الخدمات الشرطية.